حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا. حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو اللقاء يتجدد معكم في نفح الطيب. نفح الطيب شذاه اليوم يتحدث عن موضوع الكل في حاجة إليه، الثقة بالله. وحدثنا عنها الشيخ بدر بن نادر المشاري. حياك الله شيخ بدر. الله يحييك ويبارك فيك. سعداء جدا بك. أنا سعيد جدا. الله يعطيكم العافية. بداية شيخنا الكريم، عندما نتحدث عن الثقة بالله قد نقول توصيفها يختلف من شخص إلى شخص، ماذا يمكن أن نعرفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحقيقة أنا وأنا أتحدث مثل عن هالموضوعات حتى في المجالس أحرص ابتداء وأستأذن المشاهدين أن يكون الحديث عفويا، ولأننا نستهدف شريحة كبيرة من الناس، نريد الحقيقة الشاب الصغير والفتاة والعامي أيضا كذلك، ونتمنى حتى غير العربي أن يفهم مثل هذا الكلام حتى يصل إليه. ثم قبل أن أعرج على تعريف الثقة بالله، يعني هي قضية إيمانية، يعني إذا أردت أن تتحدث عن الثقة بالله، لو أردنا أن ننزل الإيمان بمنزلة الجسد لوضعنا الثقة بالله بمنزلة الروح الله. من هذا الجسد حتى نستطيع أن نحقق المعنى الذي ربما يصل إلينا كمسلمين عامة، وإلى أيضا من يشاهدنا على وجه الخصوص. الثقة بالله عبادة، ولذلك هي عبادة قلبية، ولا يمكن أن يتأتى لإنسان إيمانا إلا أن يكون واثقا بالله الله. لا يمكن أن يكون هذه الروح موجودة في نفس المؤمن إلا أن يكون مؤمنا بالله تبارك. هو التفاؤل، أن تثق بالله وأن تكون متفائلا بالله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان عند هذا التفاؤل، عند ثقة بوعد الله، الله يعدك بوعود تقرأها في القرآن وتسمعها في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من مكة هاربا فارا عليه الصلاة والسلام في هجرته، ومع ذلك يعد بسواري كسرى، وهذه هي التصديق بوعد الله والثقة بالله سبحانه وتعالى هي التي تفتح للإنسان هذا الإيمان. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى نماذج كثيرة حول معنى الثقة بالله تبارك وتعالى. فالثقة نستطيع أن نقول هو أن يستقر هذا القلب على تصديق موعود الله تبارك وتعالى له. كل ما كان الإنسان مصدقا بوعد الله، كل ما شعر الإنسان أنه عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى. طيب علاقة هذا بالإيمان يا شيخ، عندما نتكلم عن الإيمان، أليس الإيمان يقوم بمقام يعني هذه الثقة؟ بلى، إذا كان أول صفة من صفات المؤمنين، بل هي أول صفة جاءت في القرآن، جاءت بهذه الآية، قال الله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بشيء ما شافوه أصلا، فهم عندهم ثقة، آمنوا بالغيب الذي لم يروه، الغيب كله. فهذه دلالة على أن صفات المؤمنين لا تتأتى ابتداء بثقتهم بالله تبارك وتعالى. والقرآن مليء، يعني أنا لا أريد الإطالة، لكن على سبيل الاختصار والمثال عندك الآن، طبعا مقاصد سور القرآن هو علم من علوم القرآن الكريم، وأنا دائما أدعو بالمناسبة حتى المتخصصون في هذا العلم أن يثروا هذا العلم عطاء في القنوات الفضائية وفي غيرها، لأنك إذا فهمت السورة جملة موضوع السورة استطعت أن تحفظ ويتسهل عليك الحفظ بمعنى أدق، وفهمت المعنى العام. لما تأتي سورة البقرة 200 آية، 286 آية، أنت جالس تقول يا ابن عباس كيف تفهمها، كيف أفهم السورة الطويلة؟ تفهمها إذا عرفت الروح العامة، العنوان العام، الهدف الرئيسي. خذ مثلا سورة القصص في القرآن الكريم،
تحدثت عن هذا المعنى. كانت هدف هذه السورة، المقصد الرئيسي لهذه السورة، هو التصديق بوعد الله جل في علاه. الله يعد أم موسى وهو صغير إنا رادوه إليك وجاعلوه من طفل ومولود التو ورضيع ومهدد بالقتل بالمناسبة من فرعون، والله يقول له إنا رادوه سيعود إليك، لا وجاعلوه من المرسلين. في نفس السورة في الآيات الأخيرة 85 يقول الله لمحمد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وبالمناسبة متى نزلت هذه السورة؟ نزلت على النبي أثناء الهجرة. يعني وأنت تخرج من مكة يا محمد باللوعة والأسى والحزن، بل وتلتفت إلى الكعبة، والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك يخرجون إذا ما خرجت. الله ينزل عليك هالآيات 88 آية هذه السورة تثبيتا لك يا محمد وتصديقا بوعد الله تبارك وتعالى. بالفعل رجع موسى عليه السلام إلى أمه وعاد في نفس ذلك اليوم، ثم بعد أن عاد من مدين، بعد أن قضى عند شعيب 10 سنوات 8 حجج وإن أتممت 10 فمن عندك، أتمها 10، عاد رسولا نبيا منتصرا، والنبي عليه الصلاة والسلام عاد كذلك رسولا فاتحا منتصرا. وبالمناسبة في توافق بين موسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الله سبحانه وتعالى ذكر لمحمد قصة موسى، هذا الذي خرج لما قال له قومه أخرج إني لك من الناصحين، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، هرب فخرج خائفا يترقب الله يقول. ثم حصلت قصة لما دخل مدين وتزوج بإحدى ابنتي شعيب، خرج هو وجلس عند شعيب 8 سنوات، اشترط عليه 8 وجلس 10، النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينه وبين موسى هذه الأرقام 8، الرسول فتح مكة في السنة الثامنة وأتم الله عليه الرسالة وتوفي في السنة 10. أيضا الرسول يخرج من المدينة، يخرج من مكة إلى المدينة مهاجرا خائفا من قومه الذين آذوه، ومع ذلك يعود منتصرا عليه الصلاة والسلام فاتحا. والرسول أيضا لاحظ الثقة بوعد الله كانت حاضرة، ولذلك في نفس هذه الرحلة وهو يذهب كان سراقة بن مالك كما في البخاري يلاحق النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت فرسه تسقط كل ما أراد أن يصل سقط، فقال كلمة المشهورة قال والله إن هذا الرجل لممنوع، يعني مستحيل أصل إليه. ثم قال يا محمد إني أعلم أنك رجل ممنوع، أنت رجل لا أقدر أصلك، لكن أعطني شيء، يعني أنا رجال أصلا طلعت من أجل أخذ شات ولا بعير ولا مالا، أعطني حصة ومكافأة. أعطني حصة. قال له أعيدك سواري كسرى. الله. قال سراقة أي كسرى وانت في هذا الموقف، أنت رجل ما معك إلا واحد وهارب الآن وتعيدني سواري كسرى؟ قال أعيدك سواري، قال كسرى الروم؟ قال نعم. قال اكتب لي شيئا وثق كلامك. فالتفت على أبو بكر قال اكتب له أن محمد يعيده سواري كسرى، فكتب له واحتفظ بها سراقة. سراقة لما جاء فتح مكة أسلم. الله. بدأ ينظر الآن إلى النواميس، يقول الرجل اللي كان يعيدني الآن الإسلام والفتح العظيم المبين، معناته فعلا. فأسلم في تلك اللحظة، عاش في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عاش في خلافة أبي بكر، ثم مات أبو بكر. وفي خلافة عمر لما فتحت مدائن الفرس في ذلك اللحظة وفر كسرى هاربا من عندهم وأخذوا الكنوز أحضروها إلى عمر حتى يوزعها على الناس، ثم فتح فإذا بسوري كسرى موجودة على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أين سراقة؟ وجاء رجل شايب كبير عجوز يلا يتحرك، فقال يا سراقة أين الورقة التي كتبها لك رسول الله؟ وينها الوعد اللي بينك وبينه؟ فأخرجها فقرأها عمر على المنبر إني أعده سواري كسرى، فبكى عمر وبكى سراقة وبكى الصحابة رضي الله عنهم، ثم أعطاه سواري كسرى. هذا الوعد، الوعد اللي مرت عليه سنوات. بالتالي حقيقة أن يكون عندنا ثقة بالله تبارك وتعالى، أنا أعتقد أنها هي التي تجعل الإنسان يعيش حياته مؤمنا بالله متفائلا بما سيكون له إن شاء الله تعالى. طيب شيخ بدر، وأنت تحدث، أنا يعني جميلة هذه القصص وأن يحتذي الإنسان هذا النهج العظيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله من قبله. لكن حنا شيخ في زمن مادي شوي، عندنا الأسباب تأخذ حيز كبير من حياتنا، وتلاقي الواحد يأخذ 1000 حساب وحساب إذا أراد أن يقدم على أي أمر. في ظل تزاحم هذه الأسباب قد تغيب يعني الثقة قليلا أو تزاحمها هذه الأسباب، هل هناك تعارض بين هذه الأسباب والثقة؟ أبدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب، الرسول عليه الصلاة والسلام في غزواته
لم يعتمد عليه الصلاة والسلام على أنه رسول وعلى أنه ينزل إليه الوحي وعلى أنه مؤيد من ربه وجلس ينظر حتى ينتصر هذا الإسلام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل بنفسه ويقاتل معه أصحابه ويفعل الأسباب، وهو الذي يحثنا على أيضا فعل السبب بعقلها وتوكل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث فينا هذه الروح. ولا أعتقد أخي المبارك أن الأسباب التي نبذلها، بشرط أنا أبذل السبب الآن، أنا بذلت السبب حتى أقدم عليكم في هذا الاستوديو حتى تبث هذه الحلقة، لكن لا يتأتى لي مطلقا أن تصور هذه الحلقة وأنا جالس في مكان بعيد عن الكاميرات وعن غير ذلك. فبالتالي فعل السبب الذي لا يتنافى مع التوكل على الله تبارك وتعالى هو أحد أعمدة الثقة بالله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عقلها وتوكل، والله يقول وفي الأرض آيات للموقنين. قال العلماء في الأرض هنا معناتها أنك تسير في الأرض كما أمرك الله سبحانه وتعالى حتى ترى هذه الآيات، تتسبب في الأسباب وتبحث عنها ثم ترى هذه الآيات، وأنت قدمت الأسباب في البحث عن الرزق على سبيل المثال، في البحث عن الزوجة، في البحث عن غير ذلك، في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، في الوقوف مع المحتاجين، فبالتالي أنت فعلت أسبابا فأصبح بعد ذلك السبب وظاهره أو أمره ظاهر وبين، وبالتالي هذا لا يتنافى مطلقا مع أن الإنسان يكون متوكل على الله تبارك وتعالى. طيب يا شيخ، الأسباب عرفنا أسبابها، ولكن الثقة بالله كيف يمكن أن تتحقق للإنسان؟ ما هي الأسباب التي تعينها؟ إذا عرف الإنسان قيمة من يثق به، ولله المثل الأعلى. أنا أضرب لك مثال الآن، لو قلنا واسمح لي على هذا المثل السطحي لكن أتوقع أنه يقرب الموضوع، لو أن عندي نملة الآن في هذا الموضوع، والنملة هذه استنجدت بي أنا بشحمي ولحمي، فقالت أنا هناك مجموعة من النمل يريدون قتلي، وأن تنظر النمل مقبلين بجيش كامل على مكان جسدك وضخامتك وقوتك التي عندك، فأنت تؤمنها تقولها عندي الموضوع يعني لا تشيل هم، والنمل يقرب. أنا الآن القوة بيدي ولله المثل الأعلى، أستطيع أن أضرب النمل هنا أو أضربهم هنا أو أضربهم في هذا الموضع، لكن أريدها أن تقترب، أريدهم يقتربون من هذه النملة حتى ترى ضعفها ثم بعد ذلك أقضي عليهم بالقرب منها. فبالتالي أنت إذا عرفت أسماء الله صفاته قوة، يعني خذ على سبيل المثال قول الله جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لاحظ ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أسألكم بالله اللي هذه صفاتها لا نثق فيه؟ الله أكبر. الذي يعلم حتى عدد الأمطار وعدد ورق الأشجار ولا يخفى عليه شيء لا في ليل ولا في نهار، كل ما عرفت الله اقتربت منه، عرفت معاني صفاته وأسمائه العظيمة، وكانت عندك معرفة بقدره وقدرت الله حق قدره، سيحصل الثقة بإذن الله في ذات الله تبارك وتعالى. لأن الذي أيضا النظر في ملكوته، الله وعد أنبياءه ورسله بالنصر والتمكين، وعد المتقين من بعد من سار على طريقة بذلك، وحقق الله لهم هذا. وكذلك سبحانه وتعالى توعد أهل الاستبداد والظلم وغيرهم بالهلاك والضياع، وخسف بهم وبدورهم الأرض وحدثت لهم ما حدث، كل هذا يعطينا دلالة على أن الذي نثق به هو عظيم سبحانه وتعالى. كل ما وثق الإنسان، الذي يأخذ روحي وروحك ثم يعيدها لنا، من هو؟ الله. يا أخي أرزاقنا وأرواحنا كلها بيد الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ترتفع الأرواح إذا نمنا، اللي مكتوب عليها الموت لن تعود، والتي ستحيا ستعود، فيمسك الأخرى إلى أجل. يا أخي الكريم، إذا الله جل وعلا أرواحنا كل يوم يمسكها ثم تعود، فتمسك وتعود، وأرزاقنا يوميا بيده سبحانه وتعالى، ألا نثق فيه؟ أعتقد معرفة الله حق المعرفة وقدر الله حق قدره هو سبب من أسباب أننا يعيننا على ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ، أنا أريد أن أعيش معك في نماذج يحتذى بها في الثقة بالله بعد هذا الفاصل إن أذنتم لنا. تفضل. الله يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد. توجيه الشباب هي جلسات شبابية دورية أسبوعية تهتم بتوجيه الشباب الذين ضاعت أوقاتهم وأعمارهم فيما لا ينفع،
وتشمل هذه اللقاءات برامج توعوية وكلمات توجيهية وتوزيع أشرطة وكتيبات وجوائز ومسابقات ورحلات للعمرة وحضور مخيمات الشباب الدعوية، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية. وقد استقطبت هذه الجلسات أعداداً كبيرة من الشباب، وكان لها أثرها الواضح في تعديل سلوكياتهم وهدايتهم بحمد الله تعالى. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زال حديثنا عن الثقة بالله مع الشيخ بدر بن نادر المشاري. حياك الله شيخنا. الله يعطيكم العافية. ردد علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجري الفؤاد الصادي. نماذج يا شيخ عن هذه الثقة بالله التي يعني تشحذ هممنا حتى نستعيد هذه الثقة. الكتاب والسنة مليئتان بنماذج كثيرة وضخمة. يعني أضرب لك أمثلة. النواميس تتغير أحيانا عند الذين وثقوا بالله تبارك وتعالى، يغير الله نواميس الكون لأجل أشخاص كانت ثقتهم بالله كبيرة. خذ مثالا إبراهيم عليه السلام. ألم يؤخذ إبراهيم ويراد به أن يرمى بالرمية في النار؟ لا. وجمعوا له تلك الأخشاب وحطبوا ذلك الحطب الكبير حتى يحرقون هذا الرجل. والله تبارك وتعالى لما وصف لنا هذا المشهد هم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وهذه صيغة مبالغة في زيادة الإحراق، ليس حرقا فقط. أي نعم. والله قال قلنا يا نار، هم قالوا والله الذي قال. طيب الله جل وعلا يستطيع تبارك وتعالى وهو القادر أن ينجي إبراهيم من غير ما يدخل النار، يهرب على سبيل المثال. طيب رمي في النار، لماذا لم ينزل مطر تكون تخمد النار، تخمد النار بطبيعتها والناموس المعروف أن النار تخمدها الماء، ينزل مطر فتخمد تلك النار. لكن الله يريد أن يبين أن حتى هذه النار ملكي الله، وأنكم أنتم ملكي، وأن الأرض ملكي، الذي بيده الأمور كلها هو الذي يستطيع أن يقول للنار افعلي فتفعل، بدليل ثقة إبراهيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ما الموضوع عادي، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وش اللي حصل؟ طيب جبريل جاء، الله أرسل جبريل. أيضا هذا دلالة على أن الله يريد أن يبين لنا أن حتى جبريل عبد من عبادي. جبريل عليه السلام العظيم له 600 جناح، بجناح واحد يغطي الأفق، ويأتي بأمر الله أيضا ويقول لإبراهيم هل لك من حاجة؟ إبراهيم الآن بين النار وبين المنجنيق، مرمي من المنجنيق إلى النار في ألف مسافة، هذه نزل جبريل. طيب اطلب يا إبراهيم، قال لا، منك ولا من الله؟ قال لا من الله، ميب مني. قال إذا من الله تركني فإن الله سوف ينجيني. الله أكبر. لأن إبراهيم عنده يقين وثقة أن حتى جبريل على جلالة قدره وعلى عظمته وعلى علو شأنه، لكن لن تستطيع يا جبريل أن تنفعني بشيء إلا إذا أراد من أرسلك. إذن اتركني للذي أرسلك. هنا يسقط في النار، لكن مباشرة الله سبحانه وتعالى كن فيكون، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأصبحت النار لا تحرق. النار يعني العقل البشري يقول النار سيحترق بل يصبح رمادا، لكن كوني بردا وسلاما. والمناسبة في البخاري لما سئل إبراهيم عليه السلام وش أحسن الأيام التي مرت عليك، قال هي الأيام الأولى فترة قضيتها في النار، حتى يبين لنا أن موعود الله تبارك وتعالى موعودا واضحا. يا نار كوني، إذن الذي خلق النار هو الذي أمر النار لا تحرق، كالذي خلق وأمر السكين أن تكون أداة للقطع والذبح أمرها ألا تذبح إسماعيل. إسماعيل بكل ثقة بالله مع والده إبراهيم عليهم السلام جميعا، يرى تلك الرؤيا في المنام، أني أرى في المنام أني أذبحك، فيستسلمان. الله يقول فأسلم وتله للجبين، ثم هنا في هذه اللحظة السكين يمرضها على رقبته ولا تقطع. التفت إسماعيل في بعض الأحاديث يقول يا أبتي اذبح، قال إني أمررها ولا تذبح، ما تقطع السكين. ثقة بالله تبارك وتعالى انقلبت هذه السكين إلى أداة لا تذبح، لأن الذي أمر النار أن تكون بردا وسلاما أمر السكين لا تقطع. كذلك
الذي جعل الحوت مكان مأوى كوخ إلى يونس عليه السلام. حوت، حينما تتحدث عن حوت تتحدث عن حيوان بحري وحشي يقتل ويقطع ويهضم ويأكل، ومع ذلك يا حوت فقط يدخل يونس عليه السلام في هذا البطن للحماية والحفظ، وحتى نسمع ذكره ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أخي الكريم القرآن مليء. أنا أضرب لك مثال في قصة موسى ودعني أفصل قليلا، يعني في سورة القصص اللي ذكرتها قبل قليل، ترى السورة نزلت على الرسول في الهجرة، هذا واحد في طريقه أيضا للهجرة. اثنين، السورة لم تتحدث فقط إلا عن موسى، عن نشأته وعن مولده وعن خروجه من مصر إلى مدين، ثم زواجه بابنة شعيب، ثم عودته وانتصاره على فرعون. ذكرت في الربع الأخير قصة قارون أيضا ارتباطا بهذه القصة وهذه السورة، وارتباطا بنسق هذه السورة. تحدثت كل السورة تدور تتحدث عن ثقته بوعد الله. الله سبحانه وتعالى وعد موسى، وعد أم موسى ابتداء، يعني من يوم أن بدأت السورة طا سين ميم. وبالمناسبة إذا جاءت الحروف المقطعة ففيها تحدي. ثم قال تلك آيات الكتاب المبين، ثم قال لمحمد نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أيضا هذا الكلام سيقال لأهل الإيمان. ثم قال ذكر الله عاد الواقع ليعيشه موسى، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ليذبحوا أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طيب ليش يا رب؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان منهم ما كانوا يحذرون. طيب كل هالمقدمة لماذا؟ ليقول إن مولود يولد سيولد به نصر أمة. فلما وضعته أمه، طبعا هو أصلا موسى عليه السلام كان مهدد بالقتل قبل ميلاده، وفرعون كان يقول إذا ولد ذكرا فاذبحوه في هذا العام، فكانت أم موسى تخفيه. تأتيها الأوامر، وهنا ثقة أيضا بموعود الله، أول أمر جاءها فإذا خفتي عليه، الأصل إذا خفتي عليه حطيه في مكان خبيه الأمن، يعني الأمن. فإذا خفتي عليه قال الله فألقيه في اليم. في آية أخرى أمرها الله أن تضعه في التابوت، في أربعة أوامر جاءتها. طيب التابوت هل يحفظ فيه الأطفال؟ قطعا. لكن الثقة اللي عند أم موسى، التابوت أصلا هو وضع ليحفظ الأجساد الميتة ألا تتعفن، بمعنى أن لا يمكن أن يدخل لا هواء ولا نسمة هواء حتى لا تتعفن الأجساد. معنى ذلك أن هذا الصبي سيموت قطعا لا محالة في تفكير تلك الأم. طيب وضعت الطفل في التابوت، جيد. لما وضعته في التابوت هي ظنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ظنت أن التابوت سيكون قريبا منها حتى تفتحه وتخرجه وترضعه وتراقبه. قال لا، جاء الأمر الثاني، قال الله ألقيه. ولاحظ صياغة القرآن، ما قال ضعيه، لو وضعتها كان حطتها على الشاطئ. قال ألقيه إلقاء حذفا. ثم رفعته أخته فألقته في اليم. سبحان الله، يتناظر المشهد يا شيخ، أنا أبغاك تتخيل والمشاهد معي هذا المشهد العظيم. يعني الآن الموج يتلاطم وهذا التابوت يلعب في البحر. هنا خافت أنه يغرق. قال الله ولا تخافي يا الله، ومع ذلك تطمئن نفسها، اطمأنت. طيب ماني بخايفة، طيب بحزن على البعد طفل. قال الله ولا تحزني، أربعة أوامر. ثم ماذا؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله سبحانه وتعالى يقول لها سيعود. هي جالسة تناظر المشهد كيف يرجع هذا، لا وبيصير رسول، بمعنى أنه سيصبح له القوة وسيقتل هذا العدو فرعون إلى الآن، لكنها مؤمنة بوعد الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وضعت أم موسى في هذا التابوت في اليم مع إشراق شمس ذلك اليوم، وما غابت شمس ذلك اليوم إلا هو في حضنها. وفي لفظ أرضعته من ثديها الأيمن، وما جاع إلا وهو يرضع من ثديها الأيسر، فرده الله. قال الله جل وعلا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وش بعدها؟ قال الله ولتعلم أن إيش؟ وعد الله حق، حتى تثق أننا وعدناها وصدقنا في موعودنا لها. وفعلا عاد موسى ودخل بيت عدوه وبحثت عن أخته تبحث عنه وتقصه. ومعنى القصص هنا هو تتبع الأثر حتى نهايته، ولذلك سميت بالقصص. ثم بعد ذلك يخبر الله تبارك وتعالى أنك يا محمد كما حدث لهذا النبي الكريم أخوك من قبلك
سيكون لك كذلك الانتصار والفتح المبين، وحدث للنبي عليه الصلاة والسلام ما حدث من ذلك الفتح العظيم. اللهم هذا أيضا نموذج من نماذج الشريعة. موسى عليه السلام في مع بني إسرائيل في الصحراء 40 سنة، 40 سنة يتيهون، الجوع قتلهم والعطش أرهقهم، دوابهم تموت أمام أعينهم. يا موسى ألست نبيا؟ استسقنا ربك، نريد ماء فقط، نبي ماء، الماء الذي سينزل سنشرب منه ونطبخ منه وينبت لنا عشبا وأرضا خضراء. فاستسقى موسى. شف الله سبحانه وتعالى، قال الله العادة اللهم أغثنا اللهم أسقنا، ما نزل المطر، قال الله اضرب بعصاك. مش أضرب أنا بماء، بمطر. ما علاقة الحجر بما أطلبه منك يا رب؟ اضرب بعصاك الحجر حتى أبين لهؤلاء أن حتى هذا الحجر ملكي الله، وأنه عبد لي. وموسى عنده هذا الثقة بربه تبارك وتعالى، فالعصا قد تتكسر، في بعض الروايات أنه ضربها 7 وقيل انكسرت في 7، فضرب العصا الحجر بالعصا فانفلقت الحجر وأصبحت العيون تجري، كل 12 مكان ونهر قد علم كل أناس مشربهم. هنا القضية التي أتت، هذا وعد الله الذي وعد، ثقة هذا العبد موسى عليه السلام بأمر الله وموعود الله تبارك وتعالى جعلت أمر الله تبارك وتعالى يتحقق. ولذلك الله سبحانه وتعالى جاء في بعض الآثار في الحديث القدسي يا ابن آدم، قال الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد من عبادي فكادته السماوات والأرض، كادته يعني تحطمت عليه السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا. تخيل يا شيخ، يعني تتكلم عن زلزال على سبيل المثال وتتساقط الجبال وتتزلزل الأرض وتتفجر البحار، وهذا المتوكل الواثق بربه يا رب يا رب، يقول الله إلا جعلت له منها، من هذا الذي حدث في الأرض إلا جعلت له منها مخرجا. ولذلك أنا أناشد وأسأل أولئك المرضى على الأسرة الذي يسأل الله من هذا المكان أن يمن عليهم بالشفاء، المسجونين الذين هم خلف القضبان والأسرى وغيرهم، الذين الآن أصبحوا مشردين من كثير من بلدانهم، أصحاب الحاجات، أصحاب المصائب، أصحاب الهموم، أصحاب الغموم، أصحاب الديون، الذي يجد معاناة من شيء في نفسه، أصحاب القلق والأرق والأمراض، أقول لهم ثقوا بالله وثقوا بموعوده، فإنكم إذا وثقتم بالله جل في علاه، والله الذي لا إله غيره، إن الله ناصركم، وإن الله الذي خلقكم أصلا، يعني الإنسان لما كان في بطن أمه تولاه ربه، يعني تخيل كل جنين كان في بطن أمه كان يشرب من مكان واحد، مصدر رزق مكان واحد، كان دم عن طريق الحبل السري فيأخذ منه ذلك الطعام، فلما خرج من بطن أمه صاح انقطع الرزق اللي عنده، ففتح الله لهم بدال الباب بابين، فأعطاه الله ثدين يشرب منها لبنا خالصا طيبا، ثم يفطم بعد 2 ويحرم من الموقعين الثديين، فيصيح من الفطام يريد أن يشرب ويرضع، فيعوضه الله كذلك صنفين، صنف من الأطعمة وصنف من الأشربة، يشرب ما شاء من أنواع الأشربة ويأكل ما شاء من أنواع المأكولات ما دامت في حدود ما أحله الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إذا جاءه الموت وكان من أهل الإيمان والتقوى والتوحيد تنزل حتى عليه الملائكة تؤمنه، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن. والعاقبة بعدين وين؟ وابشروا جنة عرضها كعرض السماوات. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. شيخ أنا تفاجأت أن الوقت انتهى علينا، بالله لفظك هذا سال من عسل أم هل صببت على أفواهنا العسل؟ جزاك الله خير شيخنا، بارك فيكم. شيخنا الكريم انتهى وقت حلقتنا، ولكن نقتطع دقيقة في ختام كل حلقة من نفح الطيب مع ضيفنا ونطلب منه موقفا ما زال عالقا بذهنه، موقف للشيخ بدر مع الوالدة تحديدا لا ينساه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى يغفر لوالدتي ووالدي وسائر أموات المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين. يعني من الأشياء التي الحمد لله تفرحني، ووالدتي توفيت رحمة الله عليها وهي ساجدة وصائمة. الله. كانت صائمة الخميس وكانت تصلي الضحى ولله الحمد والمنة، فعليها رحمة الله رحمة واسعة، والدينا ووالديكم. اللهم من المواقف هي لها سبب بعد الله تبارك وتعالى فيما أنا فيه الحقيقة من طريق الدعوة والعلم والتوجيه والإصلاح، ونسأل الله الثبات. اللهم أذكر كان يأتيني مدرس يدرسني القرآن من باكستان رحمه الله توفي اسمه حافظ، وكان رجلا ضريرا، وكانت الوالدة تعطيه أجرة
كل شهر حتى يدرسني القرآن وأحفظه. وكنت أجلس معه في 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 حوش البيت، نفرش الزولية ونجلس عليها، والوالدة تجلس في طرف البيت تتابع الحوش، نعم، وتتابع تدريس أهلي. كنت صغير وقتها. الرجل الشيخ رحمة الله حافظ كان إذا أخطأت يضرب بالعصا في الأرض، يعني أعد يسمع لي ثم يضرب بعصاه، والوالدة تحسب عدد الضربات هذه. فمثلا أخطأت 9 مرات تعود 9 مرات، فإذا خرج الشيخ أعود لوالدتي وتقول لي عد التسميع من جديد. أنا أظن أنها حافظة، والدتي عامية رحمة الله عليها، فأعود إليها وأردد ما كنت أقرأه عند الشيخ، فتخطئني في 9 مواضع في أي مكان تريد هي، من أجل أنني فقط أعيد ما ويرتسخ الحقيقة الحفظ في ذهني. هذا من المواقف التي لا أنساها لها ودعواتها رحمة الله عليها، أسأل الله يغفر لها ولموت المسلمين. اللهم آمين. نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها. جزاك الله خير يا شيخ بدر، سعدنا بصحبتك، الله يعطيكم العافية. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. كان ضيفنا الشيخ بدر بن نادر المشاري متحدثا عن الثقة بالله. هنا انتهت الحلقة، ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة. حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا، روائعه تنادينا، ونفح الطيب يحدونا، لكل الخير يدعونا، لكل الخير يدعونا. حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورده.